أستاذ عماد، هل تراها مصلحة فلسطينية أن تتم التهدئة، أن يتم وقف إطلاق النار الليلة؟ أستاذ العزيز، المقاومة الفلسطينية هي تعي جيدا ما تقوم به، وتعي جيدا في إدارة هذه الحركة، وكل خطوة هذه المعركة وكل خطوة هي تقدم عليها هي لصالح الشعب الفلسطيني، سواء من بداية اتخاذ قرار المواجهة في اللحظة الأولى واستمرار هذا القرار وتوسيع دائرة الرد رويدا رويدا، وحتى الحديث عن هذا التهدئة، هي كلها بالنهاية تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني. بالنهاية إذا تم تنفيذ هذه المطالب التي أعلنت عنها حركة الجهاد الإسلامي، هي بالنهاية مطالب ليست لصالح الجهاد الإسلامي، وهذه المعركة ليست فقط هي معركة لربما الاحتلال روجها على حركة الجهاد الإسلامي، وهي كانت على الميدان كذلك لربما في البداية حينما كان العدوان استهداف قيادتها، ولكن هو استهدف مدنيين واستهدف بنية تحتية واستهدف ما إلى ذلك، فهي معركة الكل الفلسطيني، ولكن السرايا تتصدر المشهد من حيث الرد، من حيث طبيعة إدارة هذه المعركة. فبالتأكيد هي كل خطوة هي لصالح الشعب الفلسطيني. وعندما نتحدث عن إيقاف الاغتيالات، بالمناسبة الاغتيالات إيقافها لقاء كل قادة المقاومة، لن يتم إيقاف مثلا الاغتيالات لفصيل دون آخر، فهنا نتحدث عن مصلحة فلسطينية عامة، ونحن نثق بحركة الجهاد الإسلامي ونثق بمقاومتنا ونثق بطبعا القادة الذين يجرون هذه المفاوضات منذ ساعات مبكرة من هذا اليوم. طيب، الحسابات الفلسطينية مهمة والمصلحة الفلسطينية هي التي تعنينا على كل حال أستاذ عماد. قبل أن أعود إليك أستاذ بلال،